يا الأستاذة مريم يحياوي أخصائية نفسانية حاضرة معنا في البلاتو. صباح الخير، أهلا بك. صباح النور أستاذ، كيفك؟ عساك بخير يا رب. الحمد لله بخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. إذا حديثنا اليوم الأستاذة مريم يحياوي، طبعا تزامنا مع نتائج الامتحانات، حالة استنفار يعني في البيت، الأولياء تلقاهم قلقين، تلقاهم دائما في حالة يعني، خاصة هذه الفترة يعني فترة الامتحانات، لأنه الأمر يتعلق بأبنائهم، أكيد ما على بالهمش يعني خدموا مليح في الامتحان، ما خدموش، ينتظروا بشغف نتائج الامتحانات. في البداية تعطينا ربما نصائح لهؤلاء، لأنه الأمر يتعلق دائما بالتلميذ، التلميذ اللي المغلوب على أمره، يعني لغالب لابد أن نعملوه بطريقة يعني خاصة بعيدا عن الأمور اللي ممكن أنه تأثر عليه وتأثر على الدراسة أو مستقبلته أيضا. أكيد أكيد، هو صراحة لازم نعرفه أنه إحنا لما نكون مقلقين رانا يعني رانا نعلمه هذا الشيء لأطفالنا، صح؟ لأنه في الواقع هو الامتحان ولا شيء، هو مجرد أسئلة كما الأسئلة اللي يمدوها في التمارين في الأيام العادية، لكن كوننا إحنا أولياء نبدأ نتقلقوا رانا نعدي أطفالنا بهذا القلق. واش انا نديرو؟ رانا شحال راح تدي ولازم تدي وخدمت ما خدمتش، خاصه بعد الاختبار مباشره، واش درت ما درتش، وريلي كيفاش كتبت كيفاش ما كتبتش. فاحنا نديرو شيء اللي خلاص بعد فوات الاوان، صح؟ لانه الطفل عمل ما عملش خلاص، هي فاتت، ما راحش يعاود يصحح التمارين او ما راحش يعاود يرقع العلامه تبعه. فالمهم هون ان نركزوا على دائما انه نعطوا فكره للطفل انه انا ادرك انك خدمت واش تقدر عليها، وأنا فخورة مهما كانت نتيجة. بالصح بعد ما نكون شفت أنه صح خدم وكنت معاه أنا، لأنه قبل الامتحانات كاين هون حكاية طويلة عريضة اللي أهم من ما بعد الامتحانات. فإذا كنت واقفة مع الطفل وشجعته على المراجعة، ومش المراجعة المبالغ فيها، أوكي؟ لأنه رانا في مجتمع كي يبدأوا الامتحانات الشوارع تفرغ، الحدائق تفرغ، ايش ده؟ يعني مش هذا ربما خطا؟ اكيد خطا، لكن في بعض الاحيان بين امتحان واخر ربما يخلو لهم وقت للفسحه للتنزه، حتى ربما يعاود يولي بقوه يعني في مش غير هذه المراجعه، ما هيش من الصباح حتى الليل. يعني انا ابني راح يبدا الامتحانات غدا، على فكره هو في الابتدائي، ف كانت عنده اليوم حصه رياضه وقالوا لهم انيولي لانه عندكم امتحانات الغد وكذا، زوج سوايع ما راح تديني ولا شيء، صح؟ اللي لعب الرياضه وجاي راجع بعقله، لانه المراجعه في الواقع على الاغلب ساعتين في اليوم. صحيح، خاصة الطفل، يعني الطفل لازم نعملوه بطريقه خاصه، ربما المراهق ايضا يختلف، يعني نتحدث على المعامله تاع المراهق والطفل يعني مش كيف يعني. صدقني لما أستاذ، نعم. سامحني قطعتك. صدقني لما نوالف الطفل بطريقة مليحة، يعني نتعامل معه بطريقة مليحة، خلاص. إلا أنه المراهق هي مرآة الطفولة. وش معناتها؟ معناتها نبدأ مع الطفل لما يصير مراهق، خلاص يكون والف السيستم، والف البروجرام، والف كل شيء يعني. فهذه هي. نعم، ربما الأولياء لم يشاهدوا هنا في هذه الصبيحة، أكيد لأنه العديد من التلاميذ خلينا نقول تاع الطور المتوسط والثانوي نهاوا الاختبارات، في بعض المؤسسات مازال ما نهاوش، لأنه كيما على بالك أنه هذه السنة يعني ما فيش ضغط امتحانات، يعني حسب يعني وزارة التربية الوطنية كانت أعطت تعليم المديرية التربية المؤسسات التربوية امتحان واحد في اليوم يكفي، يعني هذا شيء جميل ربما. حدثينا على هذه النقطة وبعدها نوصله. أكيد هذا الشيء مهم، علاش؟ لأنه الطفل هون يركز أنه أوكي غدا عندي امتحان واحد، معناتها راح نراجع امتحان واحد، وهذا يعطي فرصة أن المعلومات ما تتخلطش بالنسبة للطفل وما يحسش بالضغط في نفس الوقت، أوكي؟ فهذه يعني ما شاء الله كثير كثير قرار مهم ورائع بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأولياء. وحبيت هون نحكي على نقطة أنه بتعرف ليش الأولياء بزاف مقلقين على النتائج، والأم تلقاها حافظة مع الطفل الامتحان وكذا، هون تلقى أنه الأم صراحة ما عندهاش كيف نقول شيء لإلها، ما عندهاش، هي ماهيش دايره شيء هدف في حياتها اللي مركزه معه، فلما ما يكونش في عندها هدف خاص معها راح تتبنى اهداف اللي حواليها، يعني ربما هدف أكيد. زوجها وخدمته، ربما هدف ابنها اللي هو عنده امتحانات، اوكي هدف جديد يلا نعيش الدور. صحيح. لانه ما فيش هدف خاص، وهذا صراحه يزيد ضغط بالنسبه للطفل. اوكي، ربما تكلموا على التصرفات اللي حتاثر على الطفل، اللي نشوفوا فيها الآن مع أولياء التلاميذ، نشوفوا بعض التصرفات خطيرة وخاطئة، يعني نشوفوهم يضربوهم، يمارسوا عليهم العنف، يعيطوا عليهم، ما يخلوهمش يخرجوا،
ربما وش هي نصيحتك للأولياء التلاميذ؟ نصيحتي للأولياء يعرفوا أنه الصح في كيفية المراجعة مش في كمية المراجعة. أوكي؟ فالطريقة الصحيحة الذكية هي اللي تخلي الطفل يتعلم ويشفع المعلومات ويعني يستعد للامتحان بدل الضغط المستمر. والضغط المستمر يولد وش؟ يولد توتر بالنسبة للطفل. يوم الامتحان وش راح يصير له؟ ما راحش يقدر أصلا يسترجع المعلومة لأنه كان تحت ضغط مستمر. وهذا الشيء يقولك أي شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده، صح؟ فأنت وشك يحبط، يقعد الطفل من الصبح لليل هو يراجع، راح يعاني من ضغط، راح يصرف عنده وش، ما راح يركز أصلاً، ما راح يقدر يركز لأنه في عنده مدة معينة للتركيز. الآن بعد الامتحانات أكيد الكل ينتظر النتيجة من دون شك. إحنا ما نتكلموش على التلاميذ يتحصلوا على نتائج مليحة، نتكلموا على اللي تحصلوا على نتائج ضعيفة. وش نصيحتك لأولياء التلاميذ كيفاش يتعاملوا مع النتيجة؟ يعني خليني نقول كيفاش يتعاملوا مع التلميذ اللي تحصل على نقاط ضعيفة، بس كل لأنه الأغلبية خلينا نقول ينفعلوا تلك اللحظة وهذا خطأ. أستاذة نعم أكيد أكيد. أنا نقول أنه كيفاش نقول العنف؟ نقول العنف سواء اللفظي أو الجسدي، أولا ما راحش يخلي الطفل يدي أحسن، بالعكس إحنا لما نأثر سلبا على نفسية الطفل هذا راح يأثر سلبا على دراسته، صح؟ صح. فلازم نعرفه أنه ما كانش حاجة تثمر كما الدعم، وكيفاش نقول أنك تتفهم الطفل، انك تقعد مع طفل اوكي ماما على بالي بلي ديت هذه النقطه، ايوه علاش بصح ديت هذه النقطه، خلونا نراجع، اسكو برسكو ما راكش تفهم دروس، اسكو برسكو ما راجعتش مليح، اسكو في خلل اخر ربما راك تتقلق يوم الامتحان. يعني خلينا نعرفوا اولا السبب مع الطفل بهي الطريقه الوديه، بعدها نبداو نلقاو الحل. اوكي واذا كان هذا السبب وش رايك ماما كيفاش يعني نديروا المره الجايه لحتى تتحصل احسن؟ ثم على بالك ماما علاش مليح تدي علامه مليحه، معناتها انك تقرا مليح، معناتها انك تراجع مليح، وهذا راح ياثر على مستقبلك وكذا وكذا. لكن اهم من كل هذا انه نخلو الطفل يحب الدراسه مش يحب العلامه. اوكي لانه كاين، سامحني نكمل هاي فقط، لانه كاين اطفال اللي تلقاهم يدوا 10 يعني ما يرقدوش ومقلقين فقط لحتى يدوا 10، لما يوصلوا للليسي وين يصيروا خلاص مستقلين عن الاولياء ويقدروا للاولياء يصيروا يقولوا خلاص كرهت من القرايه، ولما هو لازم يصيروا يقراوا يستسلموا. صحيح. فالاهم انهم يحبوا. اها وانا حبيت نعاود نولي النقطه مهمه جدا. لانه انت تكلمتي على الطريقه التعامل يعني الاولياء مع التلاميذ بعد النتائج، لان انا حبيت نركز على اللحظه الاولى. انا جبت لك، انا تلميذ، انا ابنك، جبت لك النتائج على الامتحان، تلك اللحظه يعني كيفاش لازم على الاولياء ربما يحافظوا على الرزانة تاعهم يعني حتى ما ينفعلوش ويكونوا يعني ينفعلوا من دون شك يعني سيؤثر بالسلب على الطفل، كيفاش يعني يخلوا روحهم دائما في رزانة إن صح التعبير؟ سؤال كثير مهم، لأنه الصح أول لحظة كثير مهمة، خاصة أنه لما تشوف قبل ما تشوف أنت مدرك أنه راح يجيبوا اليوم العلامات، صح؟ لازم دائما الأم والأب، الأم يعني هي اللي تشجع الأب لأنه على بالي الأب هو دائما اللي مزير والصعب في الأسرة، فالأم تبدأ تفكر أنه نفسية طفلي أهم من كل شيء، نفسية طفلي أهم من كل شيء، أوكي؟ فتصير مستعدة أنه لما توصل لي الورقة إيش راح نعمل؟ أول حاجة راح نحوس على العلامات المليحة وراح نبدأ نمدح، أوكي؟ ما شاء الله هون صافارك ديت 7 إذا ما كانش 10 و8 و9. ما شاء الله في هذه بارابور الاخرين راك ديت احسن ما شاء الله، اي وهي ديت 6، او ماما وهذه 5 علاش بالصح هكذا، او زعما ما فهمتش. الاستاذه مريم يحياوي استسمحك لانه اشار دقات الساعه الان الى تمام 9 صباحا، موعد لموجز الاثار تسقى به البلاد وتحيي به البلاد وتسقي به اكيد تسقي به اقول عباد. نتواصل دائما معكم مشاهدينا، نذكر أن صلاة الاستسقاء أقيمت بكافة مساجد الجمهورية بدعوة من المواطنين ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا بعد أن تم تسجيل شح في تساقط الأمطار. نعود نولي لضيفتي في البلاتو خلال هذا الصبيحة الأستاذة مريم يحياوي أخصائية نفسانية. صباح الخير من جديد مريم. كنا نتحدث قبل ما تنطلق صلاة الاستسقاء، كنا نتحدث على موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بتعامل يعني الأباء والأمهات والأولياء خلينا نقول مع أبنائهم خلال فترة الامتحانات. حبيت نسألك سؤال فقط أستاذة مريم يحياوي، أنه العديد من الأولياء يقول لك الابن تاعي يعني يفهم ويحفظ، لكن لما يروح للمدرسة في الامتحانات تحصل نتائج ضعيفة من ناحية نفسية، كيف تقرؤون هذه الوضعية؟
من ناحية نفسية إذا كان الطفل يعاني من قلق زايد وضغط وتوتر، هذا راح يأثر على التركيز تبعه. والتركيز هو اللي يحتاجه يوم الامتحان، صح؟ نهار الامتحان كي يشد الورقة لازم يركز مع الأسئلة، فتمك اللي يصير له التشتت راح نتيجة التوتر اللي كان فيه مدة أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر قبل الامتحان. يعني فأكثر سبب هو التوتر والضغط. وش الحاجة اللي تنصحي بها الأولياء حتى يعني يجنبوا أولادهم هذيك الحالة، حالة على القلق والتوتر، يعني خاصة فترة الامتحانات؟ أولا ابتعدوا عنه، روح تقرأ روح تقرأ روح تقرأ. وثانيا هذه ربما الجملة الأكثر يعني انتشارا في هذه الفترة، يعني صحيح. لكن الأولياء يقول لك مغلوب على أمرهم، دائما ماذا بهم يشوفوا دائما أولادهم ناجحين ومتفوقين، فبالتالي يضغطوا عليهم، لكن ما لبالهمش بلي أنه بعض التصرفات هو تبانوا يعني ربما عادية، لكن بالفعل حتأثر على كما اللي يقول لك نضرب باش يخرج مسقم، وتمك اللي يتعوج. فنفس الشيء هون، هو يقول لك انه لازم يقرا، قد ما يقرا مليح، لكن لا العكس. انت راك تضغط عليه، انت راكش تخليه تركز. يا سيدي اقعد معه، اقعد معه وراجع معه، هيك راح يكون احسن من انك تقول لك روح تقرا وكذا. فهيك تكون متاكد انه راجع بحضرتك، صح؟ ولما تشوفه باللي راجع تعطيله قدر من الوقت اللي يقدر يريح فيه. ايضا في بعض الاحيان نشوفوا اولياء التلاميذ لما يتحصلوا، نتحدث عن المراهقين الان، لما يتحصلوا على نتائج ضعيفه جدا يعني يعاملوا بطريقه عنيفه جدا، حتى في بعض الاحيان كان يخرجوا ابنائهم من المنزل، يعني هذا ربما ثاني اكبر خطا يرتكبه الاولياء ايضا في حق المراهقين. للاسف، لانه الاولياء هون مش مدركين انه مش العلامه هي اللي تصنع مستقبل الطفل، لكن علاقته بالدراسه، هذه واحد. اثنين، انه لازم ندرك دائما انه الترغيب يؤدي الى نتائج افضل من الترهيب. انت لما تعاقبه وتعيط عليه ما راحش يجيب لك نتائج مستمره الى الابد، ربما راح يجيب لك نتائج مؤقته، اللي ما دام الطفل ما يقدر لكش وما عندوش وين يروح اكيد راح يسيف على روحه ويقرا وكذا وكذا، لكن غير يكبر ويشوف انه خلاص قدر لك راح يصير يسيب الدراسه يعني بسهوله. لكن لما تستعمل طريقه الترغيب انه يرغب يقرا، انه يحب يتعلم، يحب يراجع، يحب يدي علامات احسن، هون راح تبقى معه مدى الحياة وراح تأثر على حياته بالإيجاب. نعم، نتحدث عن الضرب أيضا، أثاره الوخيمة خليني نقول أيضا من بين الأسباب اللي تخلي الطفل أنه يتراجع أيضا في النتائج على الامتحانات. أكيد أكيد، هون العديد راح يقول إيه تنضربنا كلنا، تنضربنا ولبس بينا وقرينا وخرجنا وكذا، لكن صدقوني هذول اللي تنضربنا كامل لو نبحث ونبحث راح نلقاو اضطرابات وقلق ومشاكل كثيرة نفسية جدا، صح؟ صحيح. فالضرب بطبيعة الحال ما راحش يأثر بالإيجاب على الطفل، سواء على نفسيته أو على نتائجه، راح يولد الخوف، صح؟ الخوف والقلق والتوتر. فإيش نتيجة الخوف؟ انك الطفل يولي خايف انه ما يديش ملح لانه باباه راح يضربه او يماه كش ما راح تدير فيه. يعني دي اصلا ما راحش يكون مركز، ما راحش يقرا بحب، فالنتيجه ما راحش تكون النتيجه المرجوه، او حتى ان كانت نتيجه المرجوه راح تكون مؤقته جدا، يعني ما راحش تستمر دائما. النقاش مع الابناء دائما يعني لابد يكون في طمانينه، لكن ماشي لدرجة أنه تفسح له المجال يعني وتخليه أنه ربما يعمل واش يحب. نتحدثوا على بعض الأولياء لما يعاقبوا أبناء تاعهم، كاين عقوبات خلينا نقول اللي تكلمنا عليها حتأثر عليه متعلق بالضرب، وأيضا كاين يخرجوا أولادهم، هذا خطأ، لكن في بعض الأحيان كاين يعني اللي يعاقبوا أولادهم يخلوا لهم في البيت يعني لمدة طويلة جدا، ولا يعني يكونوا حابين أمر يعني يعني هذاك الشيء ما يمدهولوش، ربما بعض الهواتف ولا الالعاب الالكترونيه. كيفاش تشوفي هذه العقوبات؟ هل نقدروا نقولوا انه لازم نعاقبوا اولادنا بهذه الطريقه، ولا ربما نتغاضوا في بعض الاحيان ونقول لهم دائما ننصحهم فقط؟ بشكل عام انا ضد العقاب صراحه، لانه في عده طرق عديده، وفي الاغلب غالبا ما يكون العقاب هو انه احنا وكاننا ننتقم من اطفالنا، صح؟ كي ما ديتش كذا دوك نوري لك. لكن انا مع فكره انه نشجعه ان نحبوه في شيء، مثلا اوكي يلا اقرا مليح حبيبي، لا حتى تتحصل، لما تتحصل على علامه مليحه اللي تكون بين وبين ماشي عشرة، يعني بين وبين دائما نقولوا بين وبين، اوكي راح نديروا هذا الشيء، ولو وش رايك بوش راح نستمتعوا بعد ما نشوفوا النتيجه تبعك، فهيك راح نرغبوه انه يقرا لحتى يتحصل لشيء، مش تخوفا من شيء اني ننحي لك كذا وكذا. فهون اذا كان العقاب
مثل ما تسموها العقاب، ممكن يكون ان اوكي ما تلعبش تليفون، طابلات، ما تشوفش تلفزيون، او هون اذا منعوه من شيء اللي اصلا هو مضر، اوكي. مش كاين اشياء اللي ما نقدروش نمنعوه منه، انه ما قريتش دوك، ما تاكلش، ما تتعشاش، دوك امور ضروريه، يعني هذيك امور ضروريه، ما لازمش امور ضروريه. وكاين امور اللي نعاقبوا بهم اللي ممكن نسموها عقاب، هي الاشياء اللي عن جد اصلا هي مضره، كما الالعاب الالكترونيه، كما التلفاز، وهذا نقدر ومتى علقت توضعه في غرفه وتغلق عليه؟ انا ضد الفكره تماما، خاطئه. يعني تعرف وخيمه الامر على نفسيه الطفل. كاين يقول لك انا ما نضربش اولادي ونخليهم في الغرفه، يعني اوكي اسال نفسك دائما بوش راح يشعر الطفل لما يكون في الغرفه. صحيح. هل راح يراجع اخطائه او راح يشعر بالوحده وعدم الامان وعدم كان يولي يخاف شويه؟ اكيد اكيد صراحه يولي يتخوف نوعا ما، موضوع كبير لكن جدا. موش حل ابدا، موش حل. نتكلم عن نقطه لانه ما بقاش الوقت بزاف حسب الزملاء. كسؤال اخير فقط، لانه الاولياء ايضا كاين يوعدوا اولادهم، يعني ابنائهم بعد امتحانات لما يحقوا نتائج مليحه، يعني يقول لهم نشري لك داوله نديك تحوس لمكان معين، لكن لما يجيب الطفل هذيك النتيجه او اكثر مش راح يلقى الهديه. كيف هل سيؤثر على الطفل من الناحيه النفسيه؟ هون يصير ما عنده ثقه في الوالدين، لأن الوالدين ما عندهم كلمة، وإذا ما أمنكش الطفل اليوم ما راحش يأمنك غدوة، وما راحش يستأمنك بعد غدوة، أوكي؟ فأكيد راك تهدم الجدار اللي مهم جدا بينك وبين الطفل، أن الطفل يكون واثق بكلامك. فنفس الشيء بعد لما تقول له ماما راح توجعك أو ما راحش توجعك، راح يأمنك على حسب الكلام اللي كان سابق. صحيح. يعطيك صحة مريم يحيوي، أخصائية نفسانية، على كل هذه التوضيحات وأيضا النصائح اللي قدمتيها لأولياء التلاميذ وللتلميذ أيضا. إن شاء الله بدون شك راحين يستفادوا طبعا من هذه المعلومات القيمة. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع القادم مواضيع أخرى بحول الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة مريم يحيوي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذا العدد.